زي ما انتوا عارفين ما بحبش ارسم لكم رسمة واحدة على اي موضوع. عملنا قبل كده رسومات عن اليوم الوطني البحريني من سنة ومن قريب، وعمل لكم فيديو تاني وعمل لكم رسومات تانية عن اليوم الوطني البحريني. فجيت لكم برسمة جديدة، اللي هيرسم معايا رسمة النهاردة يبعت لي على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. رسمة جديدة وفيديو جديد ورسمة تانية عن اليوم الوطني البحريني. رسمة بسيطة جدا وجميلة جدا. كل اللي هنحتاجه قلم رصاص اتش بي واللون الاحمر وورقة بس كده، هو ده اللي احنا محتاجينه. المسطرة طبعا عشان نعمل خط المستقيم. عملنا خط مستقيم بالعرض وبدأت اعمل خط مايل لفوق كده زي ما انتم شايفين. بعد كده نبدأ نميله اكتر عشان نعمل الشكل بتاع اليد. طبعا لا يرسم رسمة النهاردة لازم يبعت لي على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. الحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي درغام ارت بالانجليزي، هتلاقوا الرابط موجودة في صندوق الوصف. روح اعملوا فولو وابعتوا لي الرسمة او حطوا الرسمة في بوست عندكم واعملوا لي منشن، او حطوا الرسمة في ستوري واعملوا لي منشن واشوف الرسمة واقول لكم على اخطاء بسيطة تعدلوها هتطور من رسوماتكم، هتفرق معاكم جدا جدا جدا. في ناس كتير مستواها اتطور بالرسومات الكتير اللي كانت بترسمها وكانوا بيبعتوا لي الرسمه على الانستجرام وعلى الفيسبوك. طبعا احنا بنخطط تخطيط خفيف زي ما انتم شايفين، بنعمل شكل الايد القبضه بتاعت الايد بالطريقه دي، وبنحاول نعمل على قد ما نقدر نظبط الشكل بتاع الايد. بنعمل كده ايد ماسكه، هنعمل طبعا ماسكه علم البحرين نازله من الارض كده، طلع الايد بتكون طالعة من الارض كده زي ما انتم شايفين. عملنا اهو 5 صوابع بالطريقة دي. طبعا بنخطط تخطيط خفيف، محدش خطط تخطيط تقيل. التخطيط التقيل هيبوظ لكم الرسمة ومش هيبقى احسن حاجة خالص، لان التخطيط التقيل لو احنا عايزين نعمل اي تعديل هتلاقي الموضوع باظ منك او باظ منك. فدايما بفضل التخطيط خفيف لانه سهل كده ونقدر نمسحه ونعدل اكتر من مرة مفيش اي مشكلة. بالنسبة لنوع القلم، فنوع القلم اي نوع قلم، مش مفيش نوع محدد، المهم ان هو بس يكون يعني تقدر تتحكم بيه ما يكونش صغير، لان ساعات الاقلام لما بتتبري بتبقى صغيرة. عشان كده دايما بقول لكم نوعية الاقلام او الماركة او الحاجات العالمية مش لازم. احنا دلوقتي مش بنرسم رسمة واقعية، احنا بنرسم رسمة بسيطة، رسمة سهلة، رسمة صغيرة. فعشان كده اقول لكم دايما خلوها بماركات عادية، مش لازم ماركات عالمية. معاكم المقدرة انكم تجيبوا ماركات عالمية تمام، معكوش الموضوع صدقوني مالوش اهمية خالص. زي ما انتم شايفين عملنا العلم كده مايل، نزل تحته مايل كده، والمثلثات بقى عشان المثلثات دي بتاعت علم البحرين. طبعا اللي عنده اي فكرة فيديو عايز نرسم عن موضوع معين فاكتب لي في الكومنتات، واللي مش حاطط لايك دلوقتي حط لايك يا جماعة، حط لايك حاجة بسيطة ولكن بتفرق جدا في ان الفيديو يوصل لناس اكتر، فاللايك حاجة مهمة جدا جدا. وطبعا الكومنت الجميل بقى بتاعكو بعد ما تشوفوا الرسمة وتطبقوا عليها تقدروا تكتبوا لي كومنت تقولوا فيه رأيكوا على الرسمة او تسألوا اي سؤال، فهتلاقوني رديت على طول، برد على كل الاسئلة في اسرع وقت. فاسألوا اللي انتوا عايزينه هتلاقوا الرد جه على طول. زي ما انتوا شايفين جبت اللون الاحمر من الالوان الخشب عشان ابدأ الون علم البحرين. طبعا الالوان الخشب اهم حاجة فيها ان انتوا تبروا القلم كويس جدا. القلم لو مش مبري في الالوان الخشب فالموضوع بيبقى صعب جدا في تلوين، المسام بتاعت الورقة مش بتتملي. لازم 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 نبري القلم كويس قوي في الالوان الخشب قبل التلوين، وكمان نحاول على قد ما نقدر غير البري بتاع القلم ان احنا على قد ما نقدر نلون في اتجاه واحد، لان لو لونا في كذا اتجاه فيبقى الشكل كده كأنه شخبطة وهيدي منظر مش لطيف. فعشان كده بقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا ما تشخبطوش، نلون في اتجاه واحد، نبري القلم كويس وبس. اهو زي ما انتم شايفين بالاحمر بلون الشكل كله اللي على اليمين، الجهة اليمين بتاعت علم البحرين الطريقة دي زي ما انتم شايفين اهو.
زي ما بقولكم، اللي عنده اي فكره فيديو عايز نرسم عن موضوع معين فاكتبي في الكومنتات، هتلاقيني رديت عليك برد من الاتنين، يا اما سالتك الموضوع لو هو مش واضح بالنسبه لي او مش فاهم المقصود، يا اما هتلاقي حطيت لك روابط الفيديوهات بتاعه الموضوع ده، الرسومات اللي احنا عملناها كلها عن الموضوع ده، وانت تختار او تختاري الرسمه اللي تحبيها. يا اما طبعا بكون انا مثلا ما رسمتش عن الموضوع ده، فهتلاقيني قلت لك ان انا هرسمها، واكيد اكيد اكيد تعرف ان انا فعلا بكون هرسمها. دلوقتي بقى انا بعمل حركه اللي متابعني من زمان عارفها، فانت لو مش متابعني اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تكون من الناس اللي متابعني من زمان. بعمل بالقلم الاتش بي او القلم الرصاص اللي احنا كنا بنخطط بيه، بتقل ايديا وببدا اخطط الرسمه، ولكن ده بعد ما انا لونت الرسمه وبعد ما خلصت تلوين. طبعا بعمل كده عشان بتدي الرسمه كده قوه اكتر، وبحس ان الرسمه بتبقى باينه اكتر من ان هي تكون متخططه التخطيط الخفيف، فانا بحس انها لما خططها كده بالقلم اتش بي بقوه شويه، او مش بقوه قوي طبعا عشان الورقه ما تتقطعش او تبوظ، فاحنا بنخطط بس بنتقل ايدينا حاجه بسيطه عشان الخط يطلع قوي اكتر، لونه مايل للاسود اكتر زي ما انتم شايفين. خططنا كده الارض، وخططنا العلم، وخططنا الايد، وعملنا كده خطوط بسيطه قوي، والصوابع طبعا لازم نخلي بالنا ان هي تطلع كويسه جدا. زي ما قلت لكم اللي هيرسم الرسمه يبعت لي على الانستجرام على الفيسبوك، رابط موجوده في صندوق الوصف، روح اعمل لي منشن على الرسمه وهشوف الرسمه واقول لكم على الاخطاء بتاعتكم البسيطه اللي فعلا لازم تكونوا عارفينها عشان تقدروا تطوروا نفسكم، لان صدقوني الرسمه ما بتطورش غير بالرسم الكتير، مستواك مش بيتطور غير بالرسم الكتير وتصحيح الاخطاء. فاعملوا كده وروحوا، ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ودي كانت رسمه النهارده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمه في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وابعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.